هو احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده يا ماما؟ هو مين اللي خلصه؟ الراجل مشي مع ابنه من غير ما ينطق ولا كلمة ورجع وهو عاوز يكمل عادي. وانا يعني حاجة تتشال وتتحط من غير ما انطق؟ لا انطق، اصل انا ما سمعتش حسك الفترة اللي فاتت دي كلها. ها؟ اسمع رأيك. ايه بقى اللي مش عاجبك في أيمن؟ مش عاجبني وخلاص. مرتحتش. مرتحتيش من قعدة واحدة؟ مرتحتش وخلاص، هو بالعافية. لا ده كده بقى فيها حاجة. اتعدلي يا هبة بدل معدلك. حاجة ايه بس؟ الحاج ماهر ده راجل تقيل قوي في السوق، وابنه مش من النوع اللي البنات بتلاقيه كل يوم، وانا احترمته اكتر لما جالي واعتذر. وخالك ما بقاش خالك، اللي شافوه عرفوه قبل كده. ايه في ايه تاني؟ يعني المفروض اتجوزه وانا حاطه لساني جوه بقي، مش كده؟ لا تعدلي وشك بدل ما اعدلهولك، وتفتحي له الباب وانت فرداه، ولما تخرجي معاه النهارده تسمعيه وتفكري في كلامي، لاني انا مش هقبل باي رفض ما يخشش دماغي بعد كده. واقفه كده ليه؟ ما تتحركي. اتفضل اتفضل، ده البيت نور. عارف انت وانت معدي من الباب كده راح منور. ده نور حضرتك يا طنط رباب، ميرسي. مش قلنا بلاش طنط دي بقى؟ انا اسف. حاضر. صباح الخير هبه، ازيك؟ الحمد لله كويسه. والله العظيم يا ايمن، من ساعه ما شافتك وهي ما فيش على لسانها غير كلمه واحده: ايمن. رحت فين يا ايمن؟ عامل ايه يا ايمن؟ اتفضل يا ايمن، اتفضل اتفضل. اضغط بس على الريموت هتلاقي فيلم اسماعيل ياسين شغال. اتفضل. انا اسنو. الحق عليا اني بيسر لك عدلك، ده الواد لمبه لمبه كده بتنور وما يتسبش. شكرين قوي يا اختي، مني ليكي. مني ليكي؟ العيني فيه واقول اخي واتش.